قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان روحانية صلوات الزمن الأربعين المقدس. وقد أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب الدكتور حنا كلداني راعي كنيسة العذراء النصرية الصوفية، الذي شرح الصلوات التي تقيمها كنيسة اللاتين في هذا الزمن المقدس، متطرقا في حديثه إلى الطوابع المتبادلة التي تحمل صور درب الصليب بمراحله المختلفة. فإلى هناك. وفعلا خلال الكتابات ومن خلال يعني حديث الرسل واللي كتبوه عن سيدتنا مريم العذراء وما يتناقل عنها، وكمان من خلال كلامها انها كانت جدا مثقفه وعالمه في الكتاب المقدس والتوراه وحافظت حفظ يعني كمان، وعارفه شو عم تحكي، وخاصه عندما قارنت الصلاه اللي قالتها المديح تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي، انه لقيت في كثير شبه من صلاه ام صموئيل لما بالعهد القديم الكتاب المقدس حنة أم صموئيل في بصدر برضه تسبيحة لها تشبه كثير من كلمات تعظم نفسي الرب، يعني هي متأثرة من العهد القديم ومتأثرة من كلام وكانت تحفظه، وهذا الحفظ والاطلاع وهي ثقافة أنا بعتبرها، يعني مريم العذراء ما كانت مكتفية إنه شو عم بيجيها وخلصنا، لا كانت تقرأ وكانت تحفظ وكانت تمارس حياتها. نعم صحيح. كإنسانة مثقفة منذ طفولتها يعني. نعم، وكان إلها قدر كمان، إلها شخصية لما طلبت من يسوع وقت عرس قانا الجليل وقالت له ما ضل عندهم خمر، طلع عليها وقالها انه لم تأتي ساعتي بعد اني اعمل عجوبة، وهذا كنا نناقش فيها قبل انه هل هي كانت اول عجوبة ولا خلال حياته مع مريم العذراء كان يعمل عجيب بالبيت. كنت اقول لك اكيد كان يعمل عجيب، ليش طلبت اشي منه ما شو بعرفها هي كانت تعرف انه كان يعمل اعجيب فطلبت منه اول اعجوبه، وفعلا يعني يسوع اطاعها لان كان ذات شخصيه طلبت طلب وما كررت مرتين وثلاث وتترجى وتقنعه لا والتفتت للناس وقالت لهم مهما طلب منكم نفذوا يعني خلص. كمان امرت الباقيين يعني قديش كانت شخصيتها قويه، فالتواضع مش معناته اكون منكسر وضعيف وماكل حقي وصوتي مش طالع، لا اكون شخصيتي يعني لما الانسان بيكون متواضع بيكون إله مكانته كمان يحتفظ بمكانته وشخصيته، وما أحلى كان كمان الرسل كانت كمان شخصيتهم مهيمن ومسيطرة وما كان ينهرهم سيدنا يسوع المسيح على شخصيتهم القوية، لكن كان دائما يركز كن قوي لكن بتواضع. أبونا أنت كروم كاثوليك وكأرثوذكس بيتحدثوا أو بيصلوا خلال فترة بنسمع صلاة النوم الكبرى، صلاة التي لا يجلس فيها، صلاة وبعدين في كتير تردد للمدائح العذراء خلال الزمن الأربعيني كل يوم جمعة. نعم. ومثل هذا الطقس أنت تفضل أبو. فعلا هي نخبة من الصلوات لا تقام. نعم. إلا في الزمن المقدس، مثل ما بنعرف بالصوم لابد أن تكون الصلاة الرديف المساعد على أجواء الصوم والخشوع والتقشف. في صلوات شعبية إلها مناسبات وإلها قصص وإلها حكايات. في ناس كثير بتسألوا إنه مثلا المدائح أنتوا بتصلوا كل الصلاة للعذراء، طب إحنا بالصوم يعني لربنا ليسوع ليش بتحطوا العذراء؟ والمقدمة اللي حكيتها حضرتك وخصوصا في محاضرتك الأخيرة في محاضرة بمحافظة الزرقاء يعني فعلا وضحتي قبل قليل اللي كنت بدي أحكيه، يعني أعطيتيني مقدمة رائعة للي بدنا نحكيه أجوبة للناس إنه ليش الروم الكاثوليك والأرثوذكس بيصلوا بالصوم كل جمعة للعذراء صلاة كاملة ما بيجيبوا سيرة فيها إلا العذراء. فتفضلتي لهالدور العظيم اللي طلعت فيه مريم العذراء ووجودها بجنب يسوع المسيح في مسيرته التبشيرية وانطلاقة رسالة الخلاص بشرى الخلاص، بنشوف إنه صار معجزات كثير مع الشعوب، بيحكوا عن قصة مدينة القسطنطينية المحاصرة من
المحاصرة من الجيوش الأعداء، وكيف صلوا للعذراء وظلهم واقفين ما يقعدوا صلاة كاملة بس بيحكوا عن خصال العذراء من العهد القديم والعهد الجديد، زي ما ربطيها مع حن النبي أم الصموائيل. وفعلا أنها كانت العذراء مطلعة على مشروع الخلاص، وكانت تحفظ كل ذلك في قلبها. نشوف صلوات النوم اللي هي بتبلش بالمزامير، بتبلش صلوات الافتتاحية، بتحكي هاي المزامير كلياتها عن حماية الله لشعبه، وفاؤه بعهوده للشعب، بتذكرنا بالصوم قديش داود هذا الراعي. داود من وين اختار ربنا؟ من عند الغنم جابه. كان يرعى الغنم فأصبح ملك يرعى شعب. يسوع المسيح دخل أورشليم على جحش ابن أتان، ما دخل بمركبة تجرها الخيول كعظماء الملوك. هاي المقاربات كلها موجودة بصلوات الصوم بالطقس البيزنطي، جمالياتها. الطوابع الأردنية أرخت زيارات البابوات إلى الأردن، زيارة البابا أبو السادس 64، البابا يوحنا بولس الثاني سنة 2000، والبابا بنديكتوس سنة 9، والأخيرا البابا فرانسيس سنة 15. الأردن صدار في إظهار الأماكن المقدسة المسيحية، ومن أشهر الأماكن المقدسة في الأردن المقدس، ووارد في عدة أعمال فنية أردنية. نعم يا أبونا، إذن هذه الصور حقيقة وليست فوتوشوب، ومثل ما أنت حكيت هي طوابع معروفة موجودة عند كثير مجمعين طوابع في الأردن. نعم موجودة. هل كان في تنسيق مع الكنيسة المحلية أو مع رؤساء الكنائس في إصدار مثل هذه الطوابع، أم كان هو قرار أردني بحت؟ هذا هيئة البلد الأردنية تصدر طوابع في مناسبات دينية ووطنية. نعم. وهذا نتكلم إحنا قبل تقريبا 60 سنة هذا الكلام. نعم. بعلم شو كان التنسيق. نعم. ولكن الطوابع موجودة. نعم. لا زالت الطوابع موجودة بس محفوظة في يعني مثل أرشيف أو متاحف. لا موجودة عندنا. لازم أبونا نشجع. نعم. وهذه المجموعة أرسلت لي سيدة من هواة تجميع الطوابع قبل أيام، وأنا بعرف من أول يعني موجودة عند هواة الطوابع. نعم. نعم. طب أبونا، ما صار في مثلا إصدارات جديدة تخص هذا الشأن؟ في إصدارات جديدة حول زيارات البابوات والأماكن المقدسة بالأردن. نعم. خارطة مادبة الموسيبو موجودة على عدة الطوابع. نعم. الأماكن المقدسة في فترة وفي المخطط أيضا. نعم. بقول لك فصمنا وأنك لم تنظر يعني لصومنا. فصوم الصوم الأكل يعني شو بدخل وشو أكلت وشربت وهيك، مش هذا الصوم اللي بده إياه ربنا، بده صوم القلب، يعني صوم اللسان، صوم القلب بالإضافة إلى صوم الأكل. فإذا نعم. ما كان مقرون مع بعض بصفي المعادلة خسرانة. نعم. وما بتاخذ مجد يعني. صحيح. ما بتاخذ مفعولها. يعني دكتور الإنجيل اللي حكيتيه قبل شوية مؤثر جدا، ويجيب على تساؤلات المؤمن في صراعه ما بين مشيئته ومشيئة الله. يعني في النهاية يسوع بكى دم، يعني تخيلي، يعني كان إنسان بكامل معنى الأنساني، وكان إلها في آن معا ولم ينفصل أبدا. يعني لما بشرح لطلاب المدارس الصغار خصوصا بقول لهم يسوع سوبرمان، بصيروا يضحكوا وبيجي على بالهم سوبرمان افلام الكرتون. بقول لهم لا، عن جد كان الحرف الترجمي لكلمه سوبرمان هي فعلا هو يسوع الانسان بشكل السوبر خارق الخارق. نعم. الانسان اللي بيمشي على المي، اللي نعم. بعيد الصعود طلع بالجاه قدامهم طار. عظمة ربنا، ولكن تواضع الإنسان اللي فيه هو اللي خلاه بستان الزيتون. هذا الحوار، يا أبتي إن أمكن أن تبعد هذا الكأس عني، لكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي. هذا جواب عظيم ما زال يتردد صدى من ذلك الوقت حتى اليوم. الإنسان هو بصوم، هو بتعبد، هو بختلي، هو في ألمه وتجاربه، علاقاته الاجتماعية الفاشلة، إخفاقاته مع أولاده، إخفاقاته مع أهله، تعثرات الزواج والطلاق، في أشياء بترافق الإنسان في مراحله مؤلمة. نعم. وإن كانت مرات كثيرة بتطلع بالآخر ثمار جيدة، بس يقدر رب الإله أن يوظفها لخير وخلاص الإنسان.